السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة بتحدى نفسي على واحدة بيتزا بالجبن، جبنة رومي وجبنة شيدر. انا عاملة لكم الطريقة يعني وهنزلها لكم ان شاء الله. يلا تعالوا بقى معانا. دي قطعة كده بالتونة، ودي بمو جبنة، دي الجبنة. تعالوا كل، يا ريت اي واحدة النهاردة زعلانة من جوزها من اختها تكلموا بعض، الدنيا مش مستاهلة والله العظيم. وأي واحدة جوزها ربنا مضايقها شوية عليه في ناحية الفلوس والكلام ده تصبر عليه شوية، والله الدنيا هتمشي وهتعدي وهتبقى كويسة. لان الراجل بيبقى ضغط شغل جاي متضايق من الشغل وضغط الناس بره، ويجي بقى طبعا في البيت مراته تقول له هات هات هات، فبيتعصب والخناق والمشاكل. وان شاء الله النهارده بقى ليله الجمعه كده ان شاء الله، يعني ادعوا للناس كلها، ادعوا للتعبانين وادعوا للميتين، الميتين ربنا يحسن اليهم كده ويدخلهم الجنه ان شاء الله كده، وكل مريض ربنا يشفيه. طبعا اول مره اطلع لكم لوحدي بقى عارفين الساعه كام؟ حوالي الساعه 12، 12 بالليل. نايمت ولادي وقلت بقى اخد البيتزا بتاعتهم بقى ايه واكلها مع نفسي هما طبعا كلوا وناموا، فحبيت ان انا اخرج اتكلم معاكم شويه. والله العظيم طعمها جميل تحفة، جربوها بالطريقة ديت وهتعجبكم قوي على فكرة. سمكة حلوة بس هي جبنة بردت فيها فمش هتشدي معايا، جبنة الموتزاريلا بردت بس طعمها والله خرافة جميلة. تعالوا اتفضلوا معايا. زي ما قلت لكم متزعلوش حد، الدنيا مش مستاهلة، حاولوا طولوا بالكم شوية. حتى لو موضوع هو أكترية المشاكل بموضوع بسبب الفلوس، فحاولوا تستحملوهم شوية، لأن يعني التعامل مع الناس بره والدنيا كلها، وحتى الناس والله اللي معاهم فلوس حتى بيشكوا اللي هو مفيش فلوس دخل، مفيش دخل أصلا، مفيش فلوس. فحاولوا تطولوا بالكم، الست العاقلة اللي تحافظ على بيتها ومتعملش مشاكل، مش أول ما تشوفوا ايه جبتوا فلوس لا ما بلاش الكلام ده أول ما يجي يقولوا الحمد لله على السلامة، ازيك نورت بيتك، صدقيني والله الأمور هتمشي وهتبقى حلوة. مش بقول لكم معناها كده لان ما بتخانقش مع جوزي ولا كلام، لا في مشاكل بس ازاي بقى مش على فلوس. ممكن يدخل من البيت كده اشم ريحه سجاير اقول له ايه انت لسه شارب سجاير بتشربها ليه؟ علشان هو اصلا ما بيشربش سجاير. او بصراحه برضو تاني مشكله بتضايقني منه اللي ما بيحلقش دقن، اقول له ليه كده ليه ما بتحلقش دقنك زي الناس، انا مش نظيفه في نفسي. يقول لي لا انت نظيف، اقول له ليه انت ما تبقاش نظيف زي، يقول لي بقى مشاكل والهم وده. بحاول انا اغير له المود بتاعه، اعمل له اي حاجه طب عشان خاطر ده. طب والله العظيم النهارده ما كان راضي يروح للحلاق ولا يحلق، لولا انا قلت له عشان خاطر مش هتروح تحلق يعني والكلام ده، قال لي حاضر اروح. طبعا انا عماله احكي معاكم
وبصراحة ما زعلنيش، وراح حلق وجه. يعني الأمور ما بتجيش بالشد والعصبية، لا. طب والله لما كنت بعاند معاه وأقول له روح احلق وقولي لا وعاند معاه، كان بيعاند قصادي. النهاردة لأول مرة كده بقول له طيب ممكن تروح تحلق النهاردة وانت بره كده لو لقيته فاضي ومش عارفة ايه، لقيته من نفسه كده بيتصل بيا انا هتأخر شوية عشان انا عندي الحلاق. بالسياسة، بالذوق، كل حاجة بتمشي. مفيش حكاية عافية والكلام ده ما بتمشيش مع الراجل خالص. ولا كنت هين عليا اقول لكم تعالوا كلوا طعمها جميل تحفة. انا ما يعني ده غدايا والله العظيم من ساعة فطار. تحاولوا ان انتوا ما تنكدوش على بعض. النهارده ما فيش بكره هيبقى فيه، اصل اليومين دول ايه، الراجل اللي قتل مراته، مراته اللي قتلت، والخيانه الزوجيه بتكتر من كتر المشاكل وقله الفلوس. وتلاقي بقى اللي خانت جوزها واللي جوزها خانتها. انا طبعا دخلت بره التحدي انا عارفه، بس انا قلت اتناقش معاكم، يعني مش عاملاها تحدي، قلت اتكلم معاكم كده ويعني بالتعليقات بتاعتكم قولوا لي اللي انا بقوله ده صح ولا غلط. حاولوا ترضوا ربنا وترضوا رجالتكم وترضوا ولادكم، صدقوني هتبقوا الحياة هتبقى جميلة قوي، حلوة قوي. كل بيت فيه مشاكل وفي ده، فمش محتاجين ان انتوا يعني كفاية ضغوطات الدنيا وضغوطات الحياة لوحدها، مش محتاجين بقى ان احنا نضغط على نفسنا اكتر من كده كمان في البيت. اللي اول ما نشوف وشه نتخانق معاه، انت جبت لا ما جبتش، لا النهارده مفيش، النهارده بناكل بيتزا مش مشكله، بكره ناكل فول وطعميه مش مشكله، مش هننام من غير اكل، بس نحاول ان احنا نتاقلم وما نزعلش حد مننا، ما نزعلوش مننا، لانه هيعمل ايه بره. زمان برضو بتطلع عينه، انا جوزي شغال كهرباء، يطلع يشتغل ربنا رادله اللي هو يجيب فلوس بربنا رادله، ما رادش خلاص خلاص بقى، مش انا قبله من باب الشقه بقى خلاص، يلا بقى انت ما جبتش فلوس مع السلامه. لا طبعا بنحترم رايه وبنحترم كل حاجه، ويا ريتكم انتوا برضو تحافظوا على بيتكم وتحافظوا على اسرتكم واتقوا الله في رجالتكم وفي جوزكم. و يلا بقى كفايه كده عليكم، شكلي صدعتكم بصراحه. انا بحب البيتزا بجبنه جدا جدا، جبن بس التونه هي مش مهوبة ناحيتها، اللي هي قطعة واخدتها واحدة بس من التونة مش عايزة اكلها. تعالوا كلوا معانا يلا. المايونيز بقى ابو رامي ملقاش يجيبولي زي الكاتشب، فجابولي اكياس. تعالوا كلوا. يلا بقى نقفل الفيديو بقى، وطولت عليكم يعني، استحملوني اللي انا يعني فضفضت معاكم شويه، بس بالله عليكم عاوزه منكم طلب تدعوا لجوز بنت اختي تعبانه في العنايه المركزه، هو لسه شاب والله، بس قدر الله وما شاء فعل، يا ريتكم تدعوا له دعوه الاربعين شخص غريب مستجابه. ادعوا له ربنا يشفيه ويقوم لاولاده ولمراته ويشفي كل مريض يا رب. معلش بقى انا تقلت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على السلامة.